السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في وصفة اليوم بمناسبة حلول فصل الصيف. الوصفة اليوم بإذن الله سوف تكون عبارة عن تحلية باردة منعشة. ابقوا معي لنتعرف على طريقة إعداد وتحضير هذه الوصفة. نبدأ بسم الله. بالنسبة للطبقة الأولى سوف نحتاج كأس إلا ربع من عصير البرتقال، ملعقة كبيرة من النشا، وملعقة كبيرة من السكر. السكر يبقى دائما حسب الرغبة. في إناء نضع المكونات، نحرك ونضعها على النار. نستمر في التحريك إلى أن نحصل على قوام عاقد. نصب الخليط في كؤوس أو قوالب ونتركها إلى أن تبرد تماماً ونمر للطبقة الثانية. نحتاج لملعقة كبيرة من النشا، نصف كأس من الماء، ملعقة من السكر حبيبات، وملعقة صغيرة من السكر المنسم بالفانيلا. نضع المكونات في إناء، نضيف الماء ونضعها على النار. كالعادة نستمر في التحريك إلى أن نحصل على قوام عاقد، ونصب الخليط على الطبقة الأولى. نمر الآن للطبقة الثالثة والأخيرة. سوف نحتاج لحبة من الكيوي، ملعقة كبيرة من السكر حبيبات، ملعقة كبيرة من النشا، وتقريبا كأس إلا ربع من الماء. في إناء نضع قطع الكيوي، نضيف السكر ونتركه جانبا. الآن نضيف النشا على الماء ونحرك، نتركه جانبا. نضع الكيوي والسكر على النار، نستمر في التحريك بعد الغليان. نضيف النشا الذي قمنا بتذويبه في الماء ونستمر في التحريك كالعادة إلى أن يصبح القوام عاقدا. بعد ذلك نقوم بصب الخليط على الطبقة الثانية ونتركه في الثلاجة إلى أن يبرد تماما. إذن كانت هذه أحبتي هي تحلية اليوم، تحلية باردة منعشة منسمة بقطع الكيوي وعصير البرتقال والفانيلا. أتمنى أن تنال هذه الوصفة إعجابكم. دمتم في رعاية الله، وإلى الملتقى مع وصفة جديدة. مع السلامة.